السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بحضراتكم، معكم إبراهيم محمود مرسي. هنشتغل على الجداول المدرسية النهاردة، والمعلومة بتاعت النهاردة إضافة اجتماع أو فسحة في آخر اليوم. هل يمكن إضافة فسحة في آخر اليوم ونسمي الفسحة دي أو الراحة دي أو الفرصة دي نسميها اجتماع مثلا آخر اليوم أو اجتماع نهاية الدراسة أو غيره، وتكون حاجة كده منطقة سبيس فاضية كده زي ما حضراتكم شايفين فارغة بعد الحصة الأخيرة؟ بعد الحصة الأخيرة هتقول لي ايه المشكلة في كده؟ ما نضيفها بعد الحصة الأخيرة. هقول لك انتظر بس، إضافة الفسح والفرص والاستراحات والريستس والحاجات دي بتكون قبل. يعني ايه قبل؟ يعني بيفور، يعني في خيارات الجدول لما بتيجي تضيف اي فسحة بيقول لك انت عايز الفسحة دي قبل الحصة كام. فاحنا عندنا هنا 7 حصص، ماشي؟ فانت عاوز تضيفها بعد السبعة مش قبل السبعة، مش قبل، واخد بالك ايه؟ مفيش خيار اسمه بعد. طب ازاي نضيفها زي اللي موجوده، الصوره اللي موجوده معانا ده اللي هنعرضه في الفيديو الحالي ان شاء الله. في البدايه طبعا بندعوكم للاشتراك في القناه والضغط على زر جرس التنبيهات، وايضا لايك، واكتب لنا في التعليقات، وشارك الفيديوهات طبعا. هنعمل ايه؟ خد بالك بقى، عشان الخطوات دي خطوات عمليه. احنا رجعنا هنا، ده وضع التصميم، الوضع ده اسمه وضع ديزاين او التصميم، واي برنامج زي التايم تيبلز كده او غيره من البرامج بيكون فيه وضع تصميم وفيه وضع التقارير بقى ومخرجات او معاينة الطباعة او كده. معاينة الطباعة دي المفروض ان انا مش مخصصة للتعديل على الحصص والاماكن بتاعتها والكلام ده، ولكن التعديل بيكون في التصميم. هنا احرك الحصة من مكانها لمكانها. طيب تخلينا نشوف كده اليوم بتاعنا فيه كام حصة. اليوم فيه 7 حصص. لو رحت هنا للمدرسة عشان اضيف الفسحة، ماشي، فهقول له الجرس وإعادة، هنا بيتم إضافة الفسح، ال7 حصص معايا أهما. فطبعا لما بقول له إضافة فسحة بيقول لي أنت عاوز الفسحة دي اسمها إيه؟ اختصارها إيه؟ وأهمية الاسم والاختصار إن أنت لما بتكتب الاسم وتقول له إعرض لي الاسم فقط فبيعرض الاسم، لو قلت له إعرض لي الاختصار فقط بيعرض الاختصار، ماشي؟ فأنت عندك خيارين هنا بدل ما تقعد كل شوية تغير. طيب وقت الفسحة ده امتى؟ هنا بقى المشكلة الكبيرة اللي احنا بنحاول نحلها النهاردة. قبل الحصة الأولى، قبل التانية، قبل السبعة، قبل بيفور، مفيش حاجة اسمها بعد. أنا عايز أعملها بعد السبعة، طب نعملها ازاي؟ هنا بقى هقول له أنا مش أنت عاوزها بعد السبعة، تعال نضيف حصة تامنة. هتقول لي إيه يا مستر حصة تامنة إيه؟ ده احنا اليوم بتاعي 7 حصص. أقول لك استنى بس خليك معايا. يبقى هقفل ده دلوقتي وهروح هنا اقول له، طبعا هنا مفيش بقى امكانيه ان انا اضيف حصه تامنه، يبقى هقفل ده واروح لبره هنا واقول له الحصه التامنه خلي الجدول بتاعي 8 حصص. هيقول لي انت متاكد من الكلام ده؟ لان ده هيأثر على كل الشغل ده. اقول له ايوه متاكد، انا عندي كده 8 حصص. طيب خلينا نضيف بقى الفسحه بتاعتنا. الفسحه هتكون قبل التامنه، يبقى اضافه فسح، ها الفسحة هيكون اسمها اجتماع نهاية اليوم. هكتبها في الاسم وفي الاختصار، اجتماع آخر اليوم. أنا غيرت الاسم كده حاجة بسيطة يعني. عاوزها امتى؟ عاوزها قبل التامنة. جميل جدا، تعالى بقى ناخد الخطوة اللي بعد كده. ماشي، ممكن تكتب كمان الاسم هنا. احيانا في بعض الاختصارات بتكتب الاسم ده، جميل جدا في الطباعة، واحيانا ما بتكتبوش. خلينا نقول اجتماع اخر اليوم. اعتقد ان السبب في المشكلة بتاعته بتكون في التفعيل، التفعيل ويكون غير مكتمل. طيب تعالى كده نشوف عرض معاينة الطباعة. ظهر لي هنا حاجة اسمها اجتماع نهاية اليوم، اهي موجودة اهي. المفروض ان دي ان انا اقدر اتحكم فيها، اكبرها واصغرها، ولكن في اغلب الاصدارات اللي انا اشتغلت عليها كلها ما بيدينيش امكانيه التكبير والتصغير هنا. كل الخطوط دي يمكن ولكن دي لا. هتقول لي يا مستر ده المشكله ما اتحلتش، ده المشكله كده اتعقدت اكتر، لان ظهر لي حصه تامنه وهتاثر على الانصبه دي لما اعمل انشاء جدول والدنيا هتبوظ خالص، وبعدين ظهرت التامنه هنا انت كده ما حلتش. هقول لك تعالى بس معايا، خليك معايا خطوه خطوه. اعمل اغلاق للمعاينه. اول حاجه انا هقفل التامنه لكل الفصول، يبقى هروح للفصول عشان لما يجي يوزع، ها، ما يقوليش ما يروحش يضيف حصص في التامنه، يبقى انا ما عنديش ولا فصل فيه التامنه. من التفريغ والانتداب اقفل التامنه دي بالاكس الحمراء واقول له تطبيق على الكل، يبقى انا كده حافظت على التصميم اللي انا كنت عامله قبل كده اللي هو كل فصل 35 حصه.
تمام جدا. وبعدين قلت له اقفل. طيب حلو، نروح لمعاينة الطباعة. برضو كده لسه ما عملناش حاجة. اقفل معاينة الطباعة. خد بالك بقى من النقطة اللي جاية دي، الخطوة الجميلة اللي جاية دي. أنا عاوز التمنة دي ما تظهرش بقى. طيب هنعمل ايه؟ هتقول لي ما هي عليها اكس. الاكس دي موجودة علشان البطاقات ما تروحش تنضاف فيها. اما اضيف بطاقة فيها يديني مؤشر يقول لك كده غلط، انت كده عامل حاجة غلط. ماشي، مديني خط بالاحمر اهو، تقول لي انت حاطط حصة في مكان خطأ. طيب معاينة الطباعة التامنة دي موجودة، انا عايزها تختفي من كل الجداول، سواء المعلمين، الفصول، الجداول العامة. يعني هنا جداول المعلمين برضه فيها تامنة، هي بعد الاجتماع. انا مش عاوز تامنة اصلا، اليوم بتاعي ما فيهوش تامنة. ماشي، انا اخري السبعة وبعد كده اجتماع وكل واحد بيروح لحاله. طيب هنخفي التامنة، هنلغي ظهور التامنة دي ازاي في الطباعة؟ هنا بقى هروح للمدرسة. انتبه، هروح للتامنة دول اخليهم سبعة. لا طبعا، اوعى تعمل كده. ده انا هروح للجرس واعادة التسمية، وهضغط على التامنة دي اللي هي بعد الاجتماع ده، واقول له تحرير، او اضغط على دبل كليك. جاب لي التامنة اهو، هقول له استنى بقى، مش انت بتطبع في جداول العامة وفي جداول المفردة وفي الشعب والعامة للشعب، كل ده عليه علامة صح؟ شيل علامات الصح دي من الحصة التامنة. يبقى انا قفلتها بالاكس، علشان بالاكس الحمراء علشان ما يوزعش فيها بطاقات، وكمان قلت له ما تطبعهاش في معاينة الطباعة. اقول له موافق. موافق، اوكي. هي لسه ظاهرة هنا في التصميم، وضع التصميم، ومش هتختفي منه، عادي جدا، ما فيش اي مشكلة. اما تظهر هنا ما فيش اي مشكلة، ولكن في معاينة الطباعة يلا قول بسم الله، اختفت من معاينة الطباعة. ظهر ايه في اخر الجدول؟ ظهر ان عندنا اجتماع نهاية الحجم ده. على فكرة كان في حد بيسأل على موضوع الحجم ده، لو عايز اعمل 4 جداول في صفحة واحدة كده عشان اختصارا يعني للطباعة وكده، فمن الحجم هنا في 4 جداول في صفحة، او عادية يديني صفحة فيها الايه، الصفحة للشخص او الصفحة للفصل. للفصل. ولو عندك مشكلة في معاينة الطباعة، في هنا بليز ريجستر ده، يعني تواصل معايا عبر الواتساب في الرقم الموجود في وصف الفيديو، 010 4 13 قصدي 201 601. وآسف جدا لو يعني هو موجود في وصف الفيديو في صندوق الوصف كده، مكتوب هنا نهاية اجتماع نهاية اليوم، موجودة في المكان ده، سبيس كبير وفارغ وجميل جدا. وده هو اللي كان مطلوب من أحد الأصدقاء، إن احنا نعمل سبيس مش بطاقات. انا الفيديو اللي فات عملت بطاقات مكتوب فيها اجتماع نهاية اليوم وحاططها في المكان ده، ولكن جالي يعني ملاحظة قال لي لا انا مش عاوز كده، انا عاوز سبيس فارغ كبير كده ويكون مكتوب في الهيد بتاعه اجتماع نهاية اليوم. عايزين نكبر ده شوية، عادي مفيش مشكلة. من هنا الخط الذي سيكتب به الحصص نظبطه شوية، خليه كده. طبعا مش واضح هنا المعاينة، هقول موافق عشان اشوف المعاينة بقى شفتها ايه، وبعدين ارجع تاني للخط واكبره عشان يكبر الكل. ماشي، هنا كده I think، هقول له موافق. طب لو سحبنا دي شوية كده، كبر الكلمة 1 2 3 4 اجتماع نهاية اليوم زي ما هي، الخط بولد ايتاليك اندر لاين، واختار الخط من هنا. ما فيش مشكلة خالص كده، تم عمل المطلوب. انا بشكركم جدا على المشاهدة الجميلة دي، ويعني اتمنى ان انتم تدعموا قناتكم اللي انتم بتحبوها، طبعا قناة ابراهيم محمود مرسي اللي بنشرح فيها الجداول المدرسية بكل التفاصيل. ويعني لسه كان ده سؤال وصل لنا من احد الاعضاء الكرام، الاصدقاء الاعزاء، فطبعا لو عندك سؤال اكتبه في التعليقات او تواصل معي وقول لي تفاصيل المشكلة اللي عندك، وان شاء الله نوصل لحل جميل لها. شكرا لحضراتكم، والى لقاء قريب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.